الصور دي وقولوا لي ايه رايكم، شفناها ولا لا في بيوتنا؟ طبعا شفناها كتير في بيوتنا. الصور دي للبهلوان اللي موجود ده، حضرتك اللي هو نص هدومه طالعه بره وده بطنه وبلوفره واقع تحت. ام قررت ان هي تفضح ولادها على الانستجرام، فراحت مطلعه صوراهم وقالت لهم بصوا انا بعاني من ايه. معاناة الأمهات بتعانيها والأبهات مش هنا، يعني هو في شغله بصي بس هو هي معلق بقى نفسه ازاي؟ بتشوفيها. هو معلق، هو قاصد على فكرة، هو قاصد ان هو يفتح الدرج ويعلق البنطلون والله بتاعه جميل. ويعلق نفسه ويعمل الشقلبازات اللي انتوا شايفينها. وفي صورة تانية البيلة والخف طبعا عادي دي بتحصل جدا، يعني تلاقيه دخل في هدومك من اي حتة كده ولف ولف على وبتاع. نفسه. لكل ام النهارده او لكل اب تحب تعمل شير للصور دي مع مين؟ قولوا اسامي ولادكم، خلونا نضحك معاهم شويه. كل ام النهارده عايز تعمل شير للصوره دي، احنا تحت امرك.